إذن تم تنظيم هذا المعرض بتعاون مع المدير الجوي للثقافة وجمعية أصدقاء تازة ومنشورة ومضى. يعتبر هذا المعرض الذي نظمه طبعا اتحاد كتاب المغرب فرح تازة بالتعاون مع الجهات السالفة الذكر لبنة أولى في إطار تأسيس لمعرض قار ينظم سنويا من طرف اتحاد كتاب المغرب فرح تازة. المهم في هذه المحطة هو كونها تعرض كتب روافد للنشر وهي دار مصرية بالقاهرة، وهي مناسبة لانفتاح جمهور مدينة تازة وقراء مدينة تازة ومبدعي وكتاب مدينة تازة على دار النشر المصرية ترحب بكل إبداعات المدينة، وهي مناسبة كذلك نحاول أن نشجع الإخوان الكتاب والمبدعين بمدينة تازة الانفتاح على هذه الدار وبالتالي الانفتاح على النشر المصرية والعربي. كما أن العناوين كما ترى هي متنوعة من الفلسفة إلى الدراسات الدينية إلى الدراسات الاجتماعية والقانونية ودراسات متعلقة بالإبداع، وكذلك وجود عدد مهم من الروايات والمجموعات القصصية والأعمال الإبداعية بشكل عام. كما يحضر اتحاد كتاب المغرب من خلال الإصدارات التي قمنا بنشرها وإصدارها السنة المقبلة وهي 4 عناوين لحد الآن. كما ترى التشكيل المغربي الهوية والتجريب لناقد الجمالي والشاعر بوجمع العوفي، والمجموعة القصصية التجربة المعاكس للقصر والشاعر حمد القاطي، وكذلك مسرحية شعرية للمبدع المسرحي محمد الزروالي داخلة الأندلس، وكذلك مسرحية شعرية زجلية للمبدع المسرحي محمد الليسي بعنوان المنسي. بطبيعة الحال كنا نأمل أن يكون المعرض أكبر حجما وأكبر تداولا، ولكن تنظيم معارض بالحجم الذي نتصوره والذي نطمح إليه يتطلب مجهودات مادية ومعنوية وجهات عديدة تدعم المسألة. وأعتقد على أن الجهات المانحة والداعمة بالإقليم وبالمدينة والجهة عليها أن تنفتح أكثر على اتحاد كتاب المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتظاهرات الكبيرة من هذا الحجم. طبعا نشكر كل الجهات الداعمة من مجلس إقليمي ومجلس بلدي ومجلس الجهة، ولكن نطمح إلى أن يكون الدعم أكبر والتشجيع أكبر حتى تكون المدينة في حجم التحديات في عالم أصبح الآن يعتمد على الثقافة كمدخل أساسي للتنمية. وقد رفعنا شعار القراءة أساس التنمية، لأنه لا يمكن أن نتصور تنمية شاملة ومستدامة في ظل الأمية الإفبائية والأمية المرتبطة بالعزوف يعني القراءة. إذن هذا المعرض يدخل في إطار تكريس فعل القراءة وتشجيع القارئ سواء كان تلميذا أو كان يافعا أو كان ناضجا على فعل القراءة باعتباره فعلا مؤسسا لمجتمع المعرفة. إذن طموحنا في اتحاد كتاب المغرب فرح تازة هو أن يكون هذا اللقاء سنويا ويكبر سنة بعد أخرى في أفق أن نحصل على دعم يؤهلنا لأن نقوم بتنظيم تظاهرات كبيرة ومعارض كبيرة جدا تكون على الأقل في حجم المدينة بتاريخها الثقافي العريق. فالكل يعلم أن الأسماء التي تبدع في المدينة في مختلف المجالات لها حضور وطني وعربي ودولي، وبالتالي فعلى الجهات الداعمة أن يكون دعمها ومساندتها وتشجيعها في حجم هذه الأسماء وهذه المجهودات. بطبيعة الحال لا ننكر دعم الجهات كما سبق وشكرت كل الجهات الداعمة، ولكن نطمح إلى أن تكون إلى أن ننطلق من الدعم مجرد الدعم إلى شراكات حقيقية في أفق تفعيل كما قلت لك المسألة الثقافية كمسألة أساسية للتنمية البشرية المستدامة. في هذا السياق لابد من أن نشكر الجهات الإعلامية التي دعمت هذا النشاط وتدعمنا دائما، أخص بالذكر موقع تازا سيتي للإعلام، أخص كذلك وكالة المغرب العربي للأنباء والموقع الذي تشرفون عليه بطبيعة الحال، وكل الجهات الإعلامية التي ترى في اشتغال كتاب المغرب اشتغال مؤسس للفعل الثقافي الجد. نحن نرحب بكل المواقع الإلكترونية ونتمنى أن نحظى بدعمها من خلال الكتابة والترويج للمعارض وكل التظاهرات الثقافية، لأن اتحاد كتاب المغرب في محاسن حاجة ماسة لدعم الإعلام المحلي مثل ما هو الحال بالنسبة للإعلام الوطني.
وبالتالي أنا أعتقد أن الإعلام المحلي هو الشريك الأساسي، وعليه أن يدعم مبادرات اتحاد كتاب المغرب لما للإعلام من أهمية قصوى في المشروع الثقافي بشكل عام. إذن الدعوة مفتوحة لكل المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية لزيارة المعرض ولتشجيع زيارته انطلاقا من الكتابة عليه والإعلان عن مختلف أنشطته. كما تعلمون على أن هناك مجموعة من حفلات التوقيع، يعني تقريبا توقيع إلى توقيعين كل يوم ابتداء من يوم الأربعاء إلى غاية يوم الأحد. أعتقد على أن الكل يجب أن ينخرط في دعم الثقافة الجادة، في دعم الفكر الجاد، في دعم التظاهرات الجادة، لأنه لا يمكننا لا في الاتحاد ولا في أي جهة كيفما كانت لا يمكننا أن تتحمل لوحدها مسؤولية مشروع ضخم مثل ما هو الحبيب بالنسبة لي تكريس الثقافة الجادة والفكر الجاد باعتباره مدخل للتنمية. شكراً.